فتعالوا بقى نعرف وبالتفصيل الوضع هيكون عامل ازاي الكام يوم اللي جايين، خصوصا واحنا داخلين على ويك اند وكتير من الناس بيحبوا يسافروا يعني في الوقت ده من السنه. فاحنا معانا على التليفون الاستاذه منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره منار، اهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا. يا ترى الايام اللي جايه بتحمل لنا ايه بقى من ارتفاع في درجات الحراره ونسب الرطوبه الى اخره؟ بالفعل يمكن احنا اليوم وعلى مدار الايام القادمه مستمرين في ارتفاع نسب الرطوبه على مدار اليوم بسبب طبعا تاثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي. ارتفاع نسب الرطوبه ده هو اللي مزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره. صحيح. من خلال هذه الايام درجات الحراره بتكون حول المعدلات ما بين 33 ل 34 درجه مئويه، لان الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه واللي بتتجاوز فيه 95% على المناطق الساحليه، ال 85% على القاهره الكبرى، ده اللي مزود احساسنا اكثر بارتفاع درجات الحراره ومخلينا نحس بقيم درجات حراره اعلى طبعا 34. صحيح. درجه مئويه طبعا. يعني توصل ل 38 و39 درجه مئويه درجات الحراره المحسوسه بسبب ارتفاعات نسب الرطوبه. هو لو وصلت ل 38 و39 يا دكتوره منار هنقول تجاوزا مقدور عليها، لكن ساعات كتير الواحد بيستشعر وكان درجه الحراره حاجه و40. ده كمان مع التعرض المباشر لاشعه الشمس اكيد طبعا، لان احنا نسب الرطوبه فقط هي اللي بتخلي درجات الحراره توصل ل 38 39. كمان التعرض المباشر لاشعه الشمس هيزود اكتر من ال 39 اكيد طبعا، زود درجات الحراره ممكن توصل ل 40. لكن التعرض المباشر لاشعه الشمس يعني احساسنا بيه بيختلف من شخص لشخص نتيجه طبعا مده التعرض لاشعه الشمس وفتره التعرض لاشعه الشمس. عشان كده احنا بنتكلم على نسب الرطوبه ودايما بننوه ان التعرض المباشر لاشعه الشمس هيخلينا نحس كمان بدرجات حراره اعلى من درجات الحراره المحدوده. يمكن كمان متوقع من غدا ان شاء الله نبدا في ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجه لدرجتين، يعني متوسط درجات الحراره خلال الايام القادمه ابتداء من غدا الخميس ان شاء الله هيكون ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه، المحسوسه ممكن توصل ل 40 درجه مئويه، فطبعا لسه مكملين في الاجواء الشديده لمده كام يوم يا فندم هيبقى الوضع كده؟ هو مستمر معنا يعني من غدا الخميس وكمان بدايه الاسبوع المقبل الى منتصف الاسبوع المقبل مستمرين في ارتفاع درجات الحراره مع ارتفاع نسب الرطوبه، يمكن زي ما قلنا المحطوط توصل معاه 39 ل 40 درجه مئويه متوقعه على مدار الاسبوع الجاي ان شاء الله. فالاجواء هتبقى في فتره النهار على المناطق الداخليه زي القاهره الكبرى جنوب البلاد اجواء شديده الحراره رطبه، المناطق الساحليه اجواء حراره رطبه فتره النهار. فترات الليل الاجواء هتكون اجواء مائله للحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، بالاضافه كمان مستمر معانا تكون طبعا شبوره مائيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، والشبوره المائيه دي بتؤدي لصفات طفيف في الرؤيه الافقيه. أكيد. مع تكون الشبوره المائيه بيكون في الساعات المتاخره من الليل يعني تقريبا الساعه 3 4 الفجر وبتستمر حتى سطوع اشعه الشمس. يعني الناس اللي مسافره اللي بتسافر في التوقيتات دي لازم تاخد بالها كويس. طبعا لان هي بتؤدي للانخفاض في الرؤيه الافقيه، دايما القياده بسوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور مع وجود الشبوره المائيه، يعني الحمد لله مش هتؤدي لاغلاق الطرق لكن هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. اكيد. طيب دكتوره منار، يمكن الاسبوعين اللي فاتوا شفنا ان حصلت حاجات عجيبه جدا مش معتاد ان احنا نشوفها وخصوصا في الوقت ده من السنه وفي دول الخليج، يعني كان في يعني حضرتك اكيد متابعه كان في سيول في اكتر من مكان وكان في هطول غزير للامطار في بعض الدول، الدنيا كانت غرقانه في اليمن، الى جانب طبعا بقيه التفاصيل اللي كلها بتصب بشكل مباشر في فكره تغير المناخ اللي نتج عنها جفاف انهار وارتفاع نسب محيطات وذوبان تليج يعني ثلج في اماكن كتير، حرائق غابات، يعني الحقيقه موضوع تغير المناخ ده ملف بقى واضح وملموس لكل الناس حتى اللي منهم ما كانش مقتنع بان في حاجه بتحصل في هذا الاطار، فالى اي درجه ممكن نكون احنا كمان متاثرين بتغير المناخ دكتوره منار؟ بالفعل يمكن احنا خلال الاسابيع الماضيه الدول الاوروبيه والدول العربيه شهدت تاثيرات كثيره للتغيرات المناخيه. أيوه. منها طبعا الفيضانات اللي حصلت في الامارات او في السعوديه او في اليمن، منها طبعا ارتفاعات درجات الحراره الكبيره جدا اللي حصلت في اوروبا. أيوه. يمكن احنا خلال الصيف عام 2022 اعلى درجه سجلناها الى الان كانت 37 درجه مئويه، بعض الدول الاوروبيه وصلت فيها الحراره ل 45 و47 درجه مئويه. يمكن التغيرات المناخيه فعلا بتاثر على كل دول العالم ويمكن بتاثر عليها اكثر كمان بعمق الظواهر الجويه.
كميات الامطار اللي بقت اعلى من المعدلات الطبيعيه طبعا. تكرار حالات التسخين اللي اكتشفتها اوروبا بصوره كبيره جدا. جمهوريه مصر العربيه ايضا بتاثر في التغيرات المناخيه في عنف الظواهر الجويه. احنا بدانا نشوف معدلات امطار على المناطق الساحليه بشكل كبير جدا اعلى من اللي احنا متعودين عليه. صحيح. تكرار حالات التسخين او حالات التبريد وطول مده التبريد او التسخين. احنا الشتاء العام الماضي شفنا يعني مش عام الماضي الشتاء الماضي على طول شفنا مده تبريد وصلت لحوالي 3 أو 4 أسابيع تبريد متواصل وانخفاض شديد في درجات الحراره. فعنف الظواهر الجويه وتكرار الحالات الجويه بدا ياثر او بسبب التغيرات المناخيه بدا ياثر في جمهوريه مصر العربيه واغلب دول العالم، حتى كمان بالفعل الدول الكبرى اللي كانت فاكره ان هي بعيده جدا عن التغيرات المناخيه بدات تاثر. معظم الدول الاوروبيه بدات تاثر بالتغيرات المناخيه، لكن تاثير التغيرات المناخيه هو بيختلف من منطقه لمنطقه نتيجه الطبيعه الجغرافيه لكل منطقه ومناخ كل منطقه. أكيد. يعني في بعض الدول بتاثر بالامطار، بعض الدول بتاثر بالجفاف، بعض الدول بتاثر بارتفاعات كبيره بدرجات الحراره وحرائق الغابات اللي خاربه الدنيا حاليا في اسبانيا وفرنسا وفي مجموعه الدول الاوروبيه. ده بصراحة بالفعل بسبب الجفاف والارتفاعات الكبيره طبعا. في درجات الحراره اللي بتشهدها الدول الاوروبيه. يعني يمكن هم كانوا الاعوام الماضيه بيشهدوا ارتفاعات في الحراره لكن مش بالشكل المتكرر. احنا كل اسبوع ارتفاعات كبيره في درجات الحراره طبعا بينتج عنه جفاف شديد طبعا. اغلب الدول الاوروبيه وبالتالي بينتج عنه حرائق في معظم كمان صحيح. الدول الاوروبيه لا وبينتج عنها كمان مشاهد ما كناش متعودين نشوف الاوروبيين بيعملوها او طرف رئيسي فيها، زي الناس اللي بيبقوا نازلين بملابسهم في النوافير العامه في الميادين العامه من كتر ما درجه الحراره يعني مرتفعه جدا عندهم. وبقى في مؤخرا كمان ترشيد للمياه باشكال مختلفه نظرا لجفاف كتير من البحيرات وحتى الكبيره منهم. هي التغيرات المناخيه بتعمل تغيير في الانماط الجويه اللي احنا معتادين عليها. يعني معظم الدول الاوروبيه هي مش معتاده على ارتفاع كبير في درجات الحراره طبعا. فاسلوب الحياه نفسها مش معتادين على التكييفات او حتى مش معتادين على فكره الجفاف الشديد اللي هم بيشوفوه. فالتغير المناخي لما بيغير في الانماط الجويه هو مش بس بيأثر على الحاله الجويه، لا هو بيأثر على كل جوانب الحياه، سياسي واقتصادي وصحه. فهو التغيرات المناخيه يعني قضيه مهمه جدا، ونتمنى في الكوب 27 ان شاء الله اللي هيعقد في جمهوريه مصر طبعًا العربيه طبعًا. يطلع باتفاقيات ملزمه لكل دول العالم. ما هي حته ملزمه دي بقى اللي مش مضمونه يا دكتوره منار. يعني في وقت من الاوقات كان في دوله اوروبيه ما قالت وصرحت بان هي هتمتنع تماما مثلا عن استخدام الفحم كوقود، تمام؟ بعد ما حصلت الازمه ما بين روسيا واوكرانيا ابتدت نفس الدوله تعلن بشكل صريح ان احنا هنرجع تاني نستخدم الفحم ومفيش مشكله. لا ده في مشكله، يعني ما بقاش في قرارات ملزمه، ده اللي عايز اقول لحضرتك عليه. بعض الدول الاوروبيه او بعض الدول الصناعيه الكبرى كانت فاكره ان هي بعيده تماما عن التغيرات المناخيه صحيح. ومش هيأثر، التغيرات مش هتأثر عليها، لكن هم خلال هذا العام بالفعل بداوا يحسوا بتاثير التغيرات المناخيه على اغلب دول العالم، خاصة الدول الصناعية الكبرى اللي طبعا. كانت رافضة يعني تعمل اتفاقيات ملزمة بتقليل الانبعاثات الحرارية أو استخدام الوقود الأحفوري أو حتى الفحم. فإن شاء الله نتمنى في المؤتمر الجاي إن شاء الله يكون في اتفاقيات ملزمة لكل دول العالم لطبعا الحد من الانبعاثات الحرارية وكمان مواجهة التغيرات المناخية، لأن إحنا دايما لازم نشتغل على محورين، الحد من الانبعاثات الحرارية ومواجهة التغيرات المناخية اللي بدأ خلاص هي بقى أمر واقع دلوقتي نشهده كلنا لازم نواجهه ونتكيف معاه. جميل، ده اللي بنتمناه كلنا من هذا المؤتمر العالمي اللي هيقام على أرض شرم الشيخ إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة منار غانم على وجود حضرتك معانا. دكتورة منار طبعا هي عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جزيل الشكر لحضرتك. والحقيقة حضرات فعلا الملف ده في منتهى الخطورة. أنا واحد من الناس مثلا من كام سنة لما كنت أسمع كلمة تغير المناخ ما اديتهاش عمري ما اديتها يعني الاهتمام اللي هي جديرة بيه واللي أصبحت جديرة بيه، لأن كلنا خلاص بقينا مسلمين بهذا الأمر في الفترة الأخيرة. لا في حاجة اسمها تغير مناخ نتج عنها كوارث يعني جوية وبيئية حصلت في كتير جدا من دول العالم. فنتمنى أن السلوكيات البشرية اللي بينتج عنها النوع ده من الكوارث تختفي. إحنا الظاهر أن إحنا كبشر مهملين زيادة عن اللزوم في حق نفسنا وفي حق الطبيعة وفي حق استخدامنا للمية وفي حق تعاملنا مع الطاقة. في ملفات كتيرة قوي إحنا كبشر أسأنا التعامل معها ونتج عنها اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. فربنا يصلح الأحوال إن شاء الله.